الدولة الرستومية وقفت في طليعة الحركات الاستقلالية عن الخلافة العباسية في بلاد المغرب، وكان قيامها سنة 776 للميلاد في المغرب الأوسط أي الجزائر الحالية، نذيرا بتغير موازين القوى في المنطقة. فبسببها سمح الخليفة هارون الرشيد لأسرة الأغالبة حق إقامة دولة لهم في إفريقيا، وكان هدفه حفظ سيادته الإسمية على هذه المنطقة وتأمين نفوذه على مصر. مؤسس الدولة الرستومية هو عبد الرحمن بن رستم، أجمعت المصادر أنه فارسي الأصل، وقد ارتفع المؤرخ البكري بنسبه إلى أصل ملكي يرتبط بأكاسرة الفرس الساسانيين. اعتنق عبد الرحمن المذهب الإباضي الذي لاقى انتشارا واسعا في بلاد المغرب، فقد لقي الإباضيون وهم آخر تطورات الفكر الخارجي، لقوا أواخر القرن الأول الهجري اجتهادا كبيرا على يد الحجاج بن يوسف الثقفي، مما جعل شيخ مذهب الإباضيين وقتها أبو عبيدة مسلم ابن أبي كريمة يفكر في نشر المذهب في أطراف الدولة الإسلامية وعلى الأخص في بلاد المغرب. فاختار رجلا من أحسن تلامذته وهو سلمة بن سعيد لنشر مذهبه في بلاد المغرب الإسلامي، حيث يأمن ضربات الحكومة المركزية في دمشق. نجحت الدعوة للمذهب الإباضي في بلاد المغرب واعتنقها كثير من الأمازيغ، بل أصبحوا يتوقون إلى التعمق في دراسة المذهب من أصوله المشرقية، فكونوا بعثة علمية رحلت إلى البصرة ولقبوا أصحابها بحملة العلم، وكان من بينهم عبد الرحمن بن رستم. عام 761 للميلاد أرسل الخليفة العباسي المنصور القائد محمد بن الأشعث لضرب الإباضية في بلاد المغرب، وعلى رأسهم الزعيم أبو الخطاب الذي كان مقيما في طرابلس، فهزموه ثم توجهوا صوب القيروان وقد كان عبد الرحمن بن رستم واليا عليها، ففر نحو المغرب الأوسط، فهناك يستطيع بفضل أنصاره وأتباعه أن يقيم دولة على المذهب الإباضي على غرار دولة أبي الخطاب في طرابلس. ثم إن رؤساء الإباضية كانوا يتطلعون إلى شخصية فريدة من بينهم، إذا ظهر عدم صلاحيتها للحكم يصبح من السهل عليهم تنحيتها، وقد كان عبد الرحمن هو تلك الشخصية التي يتطلعون إليها، فقالوا هذا عبد الرحمن بن رستم، لا قبيلة له يشرف بها ولا عشيرة تحميه، وقد كان الإمام أبو الخطاب رضي لكم عبد الرحمن قاضيا وناظرا، فقلدوه أموركم، فإن عدل فذلك الذي أردتم، وإن سار فيكم بغير العدل عزلتموه، ولم تكن له قبيلة تمنعه ولا عشيرة تدفع عنه. وهكذا تمت مبايعة ابن رستم، وأعلن قيام الدولة الإباضية سنة 776 للميلاد. ثم رأى عبد الرحمن بعد أن بويع بالإمامة أن يتخذ لنفسه عاصمة يباشر منها مهام الحكم، فاستعان بأهل الخبرة واستحسنوا موضع تاهرت، وكان هذا اختيارا ذكيا وفر للدولة أسباب البقاء اقتصاديا وحربيا وسياسيا. وكان بناؤها سنة 777 للميلاد حسب أرجح الروايات.